شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين هنالك مجموعة من الحقائق، نتحدث حول هذه الحقائق بإذن الله واحدة بعد الأخرى. قبل بيان الحقيقة الأولى لا بد من بيان مقدمة. وهذه المقدمة تذكر في الحكمة الإلهية، ويركز على هذه المقدمة. وهذه المقدمة هي أن الفاعل على نوعين. النوع الأول معطي الوجود، والنوع الثاني معطي الحركة. نحن البشر الشيء الذي نعمله في هذا الكون ليس إعطاء الوجود. نحن لا نعطي وجودا لشيء، لا ننقل شيئا من عالم العدم ومن دائرة العدم إلى دائرة الوجود. هذا الشيء لا نستطيع القيام به نحن البشر،
وإنما الشيء الذي نقوم به هو إعطاء الحركة، يعني هنالك مواد الله سبحانه وتعالى أوجدها في هذا الكون، خلقها، كونها من العدم. نحن البشر وبقية الكائنات الشيء الذي نعمله أننا نحرك هذه المواد من مكان إلى مكان آخر، ننقلها من حالة إلى حالة ثانية، نبدل وضعها وحالتها من كيفية إلى كيفية ثانية، مو أكثر من هذا. هؤلاء المكتشفين، هؤلاء المخترعين ماذا يعملون؟ شنو دورهم؟ المواد الله تعالى كونها والله تعالى أوجدها، منتهى القضية أنه يأخذ هذه المادة، يستخرجها من الأرض، ينقلها من حالة إلى حالة ثانية، مو أكثر من هذا. فالذي أعطى الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان إنما ينقل هذه المواد فقط من حالة إلى حالة ثانية. فمعطي الوجود هو الله، والإنسان هو معطي الحركة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول: وأنفقوا مما رزقناكم. الكلمة الأولى أنما نملك، أنما عندنا، إنما هو رزق من الله سبحانه وتعالى. هذا المال، هذه الثروة، هذه العمارة التي أملكها، هذه ليست لي، أنا لم أصنعها، أنا لم أوجدها، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أعطى. وأنفقوا مما رزقناكم، هذا يرتبط بنا ولا يرتبط بكم، هذا أولا. وثانيا، هذه الحركة التي نحن نقوم بها ونكون بها الأشياء، هذه الحركة إنما هي بطاقات عندنا، بقدرات عندنا. المادة من الله، الحركة منا. هذه الحركة كيف تكونت؟ أنا عندما أبني بيت آتي وأنقل هذه اللبنات وأضعها بعضها فوق البعض الآخر، هذه الحركة تعتمد على طاقة، تعتمد على طاقة في عضلاتي، تعتمد على طاقة في فكري. من الذي أعطاني هذه الطاقة؟ إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يعطيني هذه القوة في العضلات، إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يعطيني هذه القوة في الفكر، هذه القدرة على التخطيط،
هل كان بإمكاني أن أصنع هذا الشيء؟ هذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة في وجدان الإنسان المؤمن، أن المادة من الله، وأن الطاقة التي يتصرف فيها وبها في المادة أيضا من الله. المادة من الله والطاقة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنتم إذا تلاحظون في آيات القرآن الكريم، هذه مو لفظ واحد يقوله، هذه قناعة، هذه حالة وجدانية يجب أن يحسها الإنسان. تجدون أن هذه الحقيقة واضحة في كلمات الإنسان، في أعمال الإنسان، في حركة الإنسان. الإنسان المؤمن له نوع من الفكر والكلام، والإنسان غير المؤمن له نوع آخر من الحركة ومن الكلام. قارون اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاه، دنيا دار ابتلاء، هذا نوع من الابتلاء. إذ قال له قومه لا تفرح. إذا واحد كان عنده قدرة بأي نوع من أنواع القدرة، ماكو فرق، هذه القدرة كانت مالا أو سلطة أو أي نوع من أنواع القدرة، يجب أن لا يفرح. الفرح الذي يؤدي به إلى الطغيان والتكبر. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله. تأكيد على هذه الحقيقة أن هذا آتاك الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا كان جوابه؟ هذا الجواب يعبر عن نمط من الفكر. قال إنما أوتيته على علم عندي، مو الله إعطاني، لا يعترف بهذه الحقيقة في وجدانه أنه هذا من الله، هذا عطاء الله، هذا فضل الله. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا بعلمي، بفكري، بتخطيطي، بقدرتي وصلت إلى هذا الشيء. أنا إنما أوتيته على علم عندي. هذا منطق قارون كان. وبعض العلماء يقولون إنه كان له علم يقال له علم الكيمياء، طبعا مو علم الكيمياء بهذا المعنى اللي الآن متداول في المدارس، بمعنى آخر علم من العلوم الغريبة، ويظهر من بعض القضايا المنقولة أن هذا العلم له واقعية، قدرة على تحويل حقائق الأشياء
من حقيقة إلى حقيقة ثانية، ينقل أنه كانت له هذه القدرة، علم الكيمياء، فحول الأشياء وتصرف في الأشياء وحصل على هذه الثروة الضخمة. أنا بعلمي، هسه كان عنده علم الكيمياء أو ما كان عنده علم الكيمياء هذا ما يهمنا، ولكن كلامنا في هذا المنطق، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا بفكري، أنا بتخطيطي، أنا بقدرتي، أنا بدرايتي، أنا سويت هذا الشيء، مو الله، أنا. هذا منطق. في مقابل هذا المنطق، لاحظوا منطق المؤمن يوسف صلوات الله وسلامه عليه، عندما وصل إلى ذلك العرش العظيم، هو ذلك العرش اللي غر الملوك وغر فرعون. فرعون شنو كان كلامه؟ قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هو هذا الملك اللي غر فرعون وغر الآخرين. يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما وصل إلى هذا الحكم، يقف أمام الله أو يناجي الله: ربي قد آتيتني من الملك. لاحظوا التواضع، هذا مو تواضع، هاي حقيقة يحسها الإنسان المؤمن. رب قد آتيتني من الملك، أنت آتيتني، أنت أعطيتني، أنا ما عندي شيء. ومن الملك، من كما يقول علماء العربية للتبعيض، آتيتني بعض الملك، ملك مصر ملك محدود، ملك متواضع. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يمكن أن تكون هذه الكلمة الثانية إشارة إلى أنه أعطيتني الملك وأعطيتني طريق إلى الملك، لأن يوسف شلون صار ملك؟ يوسف كان سجين، كان مسجون، كان معتقل، شلون انتقل من السجن إلى الملك؟ عبر تعبير الأحلام. وعلمتني من تأويل الأحاديث، أعطيتني الملك وأعطيتني الطريق إلى هذا الملك. إذن الإنسان المؤمن هذا منطقه، أن كل ما عندنا، كل ما نملك، هذا في الواقع عطاء الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وأنفقوا مما رزقناكم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هذا الشيء نظنه بعيدا، احنا القاعدين هنا، انا المتكلم، نظن ان الموت شيء بعيد، كأنه نعيش بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، بعد 70 سنة، ولا نعلم ان الموت، نعلم ولكن لا نريد ان نصدق.
لا نعلم أو لا نصدق أن الموت لحظة واحدة. الموت ما بمؤونة، الإنسان قاعد، الإنسان يتكلم، لحظة واحدة هذه لحظة الموت، هاي اللحظة تنقله من هذه الدنيا إلى الدنيا الأخرى، إلى العالم الآخر. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. نعيش إلى بكرة إحنا؟ ما ندري، لحظة واحدة. وفي الحديث الشريف إذا مات الإنسان قامت قيامته، هاي اللحظة الإنسان يموت ينتقل إلى قيامته، وتغلق صحيفة أعماله. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني يقنع ولو بالقليل. إذا الإنسان انكشفت أمامه الحجب، إحنا الآن في حجاب ما نشوف، مثل واحد أعمى ما يشوف هذه الأشياء. الإنسان في لحظات الموت يعاين ويشاهد، الحجاب يرتفع. عندما يرتفع الحجاب الإنسان لا سمح الله إذا بيته احترق كم يتأثر؟ إذا واحد بيته احترق إيش قد يتأثر؟ إذا واحد والعياذ بالله صار الزلزلة، أولاده راحوا، عائلته راحوا، إيش قد يتأثر؟ الإنسان في تلك اللحظة يشوف أن كل شيء راح منه، أي شيء ما ينفع، كل شيء ما ينفع. بيته راح، هذا البيت اللي منشد إلى علاقة بي، بيته راح بعد ما يفيد، أولاده راحوا بعد ما يفيد، زوجته راحت، كل ما عمل له 70 عام كله راح ما يفيد. أحد الإخوة نقل لي قبل يوم، البارحة كان ينقل لي، قال أنا كثير أروح إلى المقابر بالذات عندما أشعر بالهام والغم والحزن، أروح للمقابر. يقول أنا أدقق في هؤلاء الذين يأتون ويدفنون موتاهم، يدفن الميت، أنتم إذا رحتوا شوفوا. يقول أنا حاسب على الساعة 10 دقائق ما يبقون بعد دفن الميت، يدفنون 10 دقائق ما يبقون يرحون. الإنسان في تلك اللحظة يشعر أن كل ما عمل له، الشيء اللي صرف حياته عليه، صرف عمره عليه، كل راح ما فاد، فيطلب فرصة ولو قليلة من الله سبحانه وتعالى حتى يصلح أمره، حتى يصلح شأنه. فيقول، فرضنا أنه بقوا على القاب، الآن ما بقوا 10 دقائق، بقوا 20 دقيقة، 30 دقيقة، سنة بقوا على القاب، ثم ماذا؟ بعد لا ينفع الميت شيء إلا إذا يسووا له شوية أعمال صالحة، شوية طيبات، شوية خيرات، هو هذا، وإلا أكثر من هذا ما يجي منهم. فيقول الرب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق هذا المال اللي تعبت من أجله أعطيه صدقة في سبيلك، أعطيه لأجل الله، وأكن من الصالحين. أحج، أصلي، أقضي صلواتي الفائتة، أتدارك ما فات مني. هل ينفع؟ ينفع هذا التوسل؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما ينفع. الأجل المسمى هذا جزء القضاء المحتوم، القضاء المحتوم لا يرد ولا يبدل. الأجل المسمى اللي الله تعالى يقول وأجل مسمى عنده، هذا جزء القضاء المحتوم لن يتغير. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك في الواقع الإنسان قبل أن يصل إلى هذه الحالة يجب عليه أن ينفق الإنفاق من المال، الإنفاق من العلم. الإنسان العالم يعلم الآخرين، الإنفاق من القدرة، الإنفاق من الوجاهة الاجتماعية. ومما رزقناهم، أي شيء الله أعطى للإنسان، الإنسان يحاول أن ينفق العلم والمال والوجاهة والقدرة إلى آخره. في تلك اللحظة الإنسان قيل لأحد العلماء أنه إذا قيل لك أنه غدا سوف تموت ماذا تعمل؟ الآن إذا إلنا يقولوا لنا بكرة يوم الموت ماذا نفعل؟ نقول نحن نذهب نصفي، نسترضي الأفراد اللي ظلمناهم، نسترضي الأفراد اللي اغتبناهم، نقضي صلواتنا. قيل لهذا العالم إذا قيل لك إن غدا وفاتك شنو تسوي؟ قال هذا العالم أسوي الشيء اللي كنت أسويه من 30 سنة. يعني أنا مستعد من 30 سنة، أنا في انتظار تلك اللحظة، ما أسوي شيء جديد، هو المنهج اللي أنا كنت عليه أستمر عليه. الإنسان قبل أن يصل إلى هذه اللحظة اللي الندم ما يفيده، يجب عليه أن يحاول أن يتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت أفهم بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.